مساء الخير متابعينا الكرام في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين هنا. تمام، شايفين دلوقتي احنا قدام لقطة غريبة وعجيبة، ويعني ظاهرة مش عارف نقول عليها ايه، ولكن الظاهرة مخيفة، مخيفة لحد كبير جدا جدا. ممكن نسمع عنها في الافلام، ولكن موجودة حقيقة في اسكندرية دلوقتي. الاستاذ احمد وزوجته ويعني اولاده، الشقة بتاعتهم وشقق أي حد بيروح يقعدوا فيها حتى العربية بتولع لوحدها. إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتم محدش يعرف. بيلاقوا تهديد على الحيطة، بيلاقوا كلام مكتوب على الحيطة، يعني حاجة شبه كده أهو، كان مكتوب لازم، كلمة لازم، بس هنعرف تكملة كلمة لازم دي لأن كان جنبها كلام. ولكن طبعا الحريق اللي حضراتكم شايفينه اللي التهم كل حاجة، التهمت كل حاجة، يعني ضيعت حاجات كتيره جدا. احنا هنكون دلوقتي موجودين مع الاستاذ احمد وكمان خالي الاولاد والزوجه، هنعرف يعني حاجات غريبه. مساء الخير عليكم استاذ احمد. يعني احنا طبعا الحمد لله انت كويس، دي اهم حاجه. يعني الحمد لله استاذ احمد انت كويس والزوجه كويسه والحمد لله كل حاجه. بس معلش احكي لنا ايه اللي بيحصل تاني. اللي بيحصل من الاول بقى كان من 6 شهور كبس واحد في اوضه الطبيخ بيولع عندي في الحرم. يقعد اسبوع جاي الكهرباء يغيره، يغير الوش زمان، يقول لي ده بيولع من بره مش من جوه. فيغيره لي ويمشي. بعد اسبوع يولع تاني. الكهرباء برضه نفس القصه، غيره لي. لدرجه ان انا جبت 12 كهرباء، اخد كهرباء قلت له غير لي السلك، وغير لي الكباس كلها بتاعت الشقه. غير السلك وغير الكباس كلها بتاعت الشقه وكل حاجه. ثاني يوم لقيته كلهم بيولعوا مره واحده. يعني هي كانت ابتدت بكبس؟ بعد كده اول لما جه بصوا قالوا لي لا ده عاوز اشيل اللي عندك ده كده. مين اللي قال لك كده بقى؟ الكهربائي. طبعا بعد ما احتاروا خلاص، الكباس بيطلع من بره مفيش حاجه من جوه، السلك زي ما هو سليم. الكباس اللي هي زي دي اللي احنا عايزين نوضح، هي زي كده اه، ولا لا طبيعي هناك. تمام، كانت بتولع لوحدها. اول لما اتجهت للشيوخ الشقه بقت تولع ستاير. فكرت ان انت هتتجه لشيخ؟ اه خلاص. الموضوع كبر بقى. كل لما اكلم شيخ تولع اكتر من زيبك. اه. يعني كل لما اتصل بشيخ الدنيا تولع اكتر. زي كتاب التهديدات على الحيطه. تولع ويكتب التهديدات على الحيطه. زي التاريخ ده كده. التاريخ ده بقى انا مش عارف التاريخ اللي هو 9/6/2029 على ما اظن، او 19 او مش عارفين هو ايه، بس ده التاريخ اللي مكتوب على الحيطه. وكلمه زي كلمه لازم اللي شفناها هناك دي. لازم كان واحد شيخ من الازهر. اه هو بيقول ان هو من الازهر، اما سمع الناس بتتكلم ان الشقه دي بتولع كده عشان الناس دي تروح تولع. هو دارس في الازهر مش دارس في الازهر. طلع فوق وقعد يتكلم شويه كده، راح كاتب له لازم. اللي هو الشيخ ده اللي دخل قعد يتكلم شويه في الشقه. لازم لقى اسمه مكتوب على الحيطه. لقى اسمه مكتوب على الحيطه. قال ايه بقى؟ كان مكتوب ايه بقى؟ لازم محمد عمار يموت. لازم محمد عمار يموت، اللي هو الشيخ اللي دخل. اللي هو الشيخ اللي دخل ده. هو طول. اعوذ بالله. اه. فالمهم قال له راح كاتب له تاني، تعالى في ارضنا. تعالى في ارضنا، الكتب على الحيطه كده. كتب على الحيطه اه، هو صور الكلام ده. قال لي تعالى معايا اروح الشقه. ارض الحاجات الغريبه دي اللي هي فين بقى؟ اللي هي في محرم بيت. اللي هي شقتك. شقتنا اللي هي شقتكم بقى. رحت محرم بيت. اه. راح معايا، اول ما دخل قعد يتكلم شويه ويقول لهم انا مش هاملني انا مش خايف، راح مخربشوني. اللي هو دخل الشقه عندك؟ قعد يتكلم لو انتم موجودين وروني علامه، وروني انتم موجودين ولا لا وروني. دخل الاوضه راح مخربشوني. يعني حب هو يقول لهم انا مش خايف منكم ولا اي حاجه. اه ورونا علامه اللي انتم موجودين. خربشوه فين بقى؟ في كتفك في دراعه. وشفت انت الخربشه؟ اه ومعلمه ورانا قدامك حصل ده؟ ايوه، اول ما دخل جوه قال لك ما حدش يجي دخل جوه، راح وطلع ورينا العلامه. خربوش جامد بقى. خربوش جامد. اعوذ بالله، زي خربوش القطط كده بالظبط كده. وانا كنت جايب ناس جوه قالوا لي خليك بره، ودخلوا برده خدوا حته قماشه ومعاهم واحده برده راحوا. اللي يخش بقى مره ما بيجيش تاني. لا بيخاف. كل اللي يجي يقول لك ده الموضوع كبير. الموضوع ده جامد، محدش يعرف يحله. كل اللي يجي يقول لك الموضوع ده جامد. الموضوع ده جامد، يعني كذا شيخ دخل. ابتدت في البيت عندك. اه.
وهنا بقى احنا في بيت اللي هو خال الاولاد صح كده؟ ايه اللي حصل بقى يعني احنا عايزين نعرف؟ حصل ان هو كانوا بييجوا هنا يباتوا ده بعد ما البيت هناك بيحصل حرائق غريبه. يوم هنا يباتوا ثلاث ايام على ما اعتقد ورجعنا خدوا النوم تاني رجعنا تاني اليوم الاخير اللي جه نام فيه تاني يوم الشقه ولعت الاوضه اللي هو نايم فيها الاوضه اللي نايم فيها اللي هو مين؟ قبلها بيوم يحيى اللي هو ابنك يحيى ده كان نايم قبلها بيوم هددوه على الحيطه اتهدد يحيى ان هو هيموت اتكتب ايه بقى؟ موت يحيى موت يحيى اليوم موت يحيى اليوم فعلا ان شاء الله ولعت يومها ولا تاني يوم؟ اول لما جينا يعني كتبت اليوم. مثلا العصر او المغرب مثلاً. بالليل قامت مولعه لا ولعت الصبح ولعت الصبح كتب بالليل كتبت بالليل ولعت الصبح في ميعاد حد غير يتوقعه تماما يعني 8 الصبح كانت حوالي الساعه 7 ونص 8 الا ربع بالليل كانت الشقه مولعه محدش عارف فيها لا شقه حضرتك هنا لا شقتي والله بس هم استنوا انا كنت بقيت عند والدتي جيت خدت بنتي الصغيره وديتها المدرسه مجرد ما وديتها المدرسه وابني نزل وكان في بنت اللي في الكليه هي اللي كانت بايته معاهم تمام كانت الشقه بقى انا نزلت مع البنات الاثنين صغارين واحمد اللي في الثانوي وبنتي بس اللي في الكليه كانت موجوده في الشقه ومراتي و ويحيى وياسين يحيى وياسين كانوا بايتين في الاوضه دي وبنتي كانت بايته في الاوضه دي هنا بايتين هنا ياسين طلع يجري على مراتي هو اللي شاف الولع لا الحريقه في حريقه في حريقه مش عارفه تسيطر عليهم صحت بنتك تاخد العيال وتطلع بره بنتي كانت بايته في الاوضه دي بايته هنا الاوضه دي كلها ولعت كلها في الحمام لدرجه ان الباب ما كان موجود باب مفيش باب باب ساح لا وفي الحيطه شققت ايوه كتر النار الدخان اعوذ بالله طب انتوا ما بتشغلوا قران او بتصلوا وكده يعني برضه بتولع بتولع مفيش حاجه محوقه يعني وحتى انت قلت لي يحيى حتى لو هو قاعد ونايم كده يولع لوحده انت وانت قاعد بتقرا قران يا يحيى او اي حاجه فبتلاقي نفسك تولع على طول اول ما تقرا قران بيصلي على السجاده السجاده ولعت والسجاده جنبه ولعت قاعد يقول الله اكبر عشان الحق لقيت السجاده مولعه ولعت جامد ولعت في يعني انت حصل لك اي حاجه يعني لا هو ما ولعش السكاده هو بيولع عليه كنت فرشه ملايه البلايه بقت بتولع في الشقه هناك عندي مفيش ولا شيء ولا شيوخ ولا حد وهو واقف كده يا استاذ احمد بيولع لوحده شفت ده تلاقي النجله وصلت لغايه هنا اعوذ بالله انزل تحت حضرتك اسال هم مثلا يعني هو لو واقف في البيت لوحده ممكن يولع لازم تكون واقف جنبه زي ما انت شفت كده لازم تبقى واقف جنبه زي كده دلوقتي ايوه ما بيسيبوش لوحده خالص اعوذ بالله يعني النار التهمت كل حاجه التهمت كل حاجه صح كله اعوذ بالله طب دي الشقه رقم كام بقى اللي حصل فيها كده يا استاذ احمد الثالثه اعوذ بالله بس دي اكتر حاجه اتعملت اكتر شقه ليه بقى اشمعنى دي اكتر شقه يعني عشان تهديد يحيى هدد جامد ولا مثلا انتوا عملتوا حاجه مزعلاه مثلا ما عملناش حاجه احنا بنشوف قرات قران اكتر جبت الشيوخ اكتر بس المشكله ان مفيش ولا شيخ عارف محدش فاهم اي حاجه مفيش مفيش عملت لك نظفت الشقه وعملت لكم تعبنا من كل شيء في ناس ممكن تقول لك يعني انتوا يعني في ناس كرهاكوا ممكن يكون بفعل فاعل مثلا لا 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 طب ثلاث شقق صح يعني كده انا عايز رد حضرتك بقى يعني ثلاث شقق طب شقتي انا ماشي لو كان هنا البنات بتولع لوحدها طب شقه مامتها يعني ثلاث شقق ازاي يعني شقه حماد حضرتك وشقتك وشقه خالد والورا اللي بيولع لوحده والتاني ولع برضه الصغير اعوذ بالله زي ما انت شايف حضرتك الخباز والكلام دوت سايح عامل النور مفيش حاجه قافله مفيش قفلات مش سايق والوش سايق منه نفسه موجود اصلا موجود مفيش اي حاجه انت يا استاذ احمد قلت لي ان انت وانت كنت بتغير الكباس عندك في البيت بتطلع القلب تلاقيه جديد جديد لدرجه ان الشيوخ بقى ياخدوه كل شيخ ولا من بره من جوه نضيف يعني الكبس من جوه مفيش سيحان ولا نار ولا ولا كهرباء ودلوقتي لو هقول لك الحاجه اللي سايحه دلوقتي لو نضفتها لك هتلاقي سلك زيرو اعوذ بالله اعوذ بالله وهي ما زادتش غير لما عرفنا ان في حاجه في الشقه او في حاجه معموله علينا اعوذ بالله
طب انتوا دلوقتي ناويين يعني هتباتوا فين ولا هتعملوا ايه؟ لا احنا مش لاقيين حته نباتوا فيها. كله العفش ده انا اخويا فين؟ اخويا بقيت في الشارع مفيش ولا عفش ولا اي حاجه، عفش كله بقى تراب والشقه بقت تراب. طب ما فكرتش مثلا تستغيث بالازهر الشريف تروح الازهر؟ ما جايين الازهر بس ما رحناش الازهر بصراحه. لا ما رحتوش مثلا الازهر الشريف تستعينوا بالشيوخ من هناك؟ هما طبعا اكثر درايه وعلم طبعا يعني. هو اللي جالنا قال لنا احنا من الازهر وهم بيبعتونا وهم بس جه راح هو برضه متخربش وزادت اكتر. لا انا بتكلم بقى مشيخه الازهر نفسها ممكن ليها تصرف. يا ريت يعني لو حد شايفنا سمعنا وجدنا ماشي، احنا عايزين اي حد. الحمد لله ان انتوا كويسين، دي اهم حاجه. ده الحمد لله الحمد برضو لله. الحاجه صعبه وغاليه بس يعني الحمد لله مفيش زيها. كل حاجه راحت، كله الشقه راحت. نعم. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا مشاهدينا يعني فجعه غريبه، نايمين صحيين واقفين قاعدين اي حاجه بتحصل بياكلوا قاعدين في حالهم، لقوا البيت ولع، الشقه ولعت، الهدوم عليهم ولعت، حاجات غريبه بتحصل في البيت هنا. طبعا في يعني مش عارفين في ايه اللي بيحصل، بيستغيثوا طبعا بالازهر وبيستغيثوا بكل ذي علم عشان خاطر يعني يقيهم اللي هم فيه، لان ممكن الحاجه دي ولعت النهارده ممكن حد فيهم هو اللي يحصل له حاجه تانية بعد كده، والتهديدات اللي كل شويه بتتكتب على الحيطه. يعني ربنا يا رب يقيهم يا رب بالخير، وان شاء الله باذن الله يعني تعدي على خير. تابعينا الكلام في كل مكان، نشوفكم في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم.